الخامسة من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم، أهلا بكم. أهلا بك ياسر، أهلا بسادة المشاهدين. نستهل هذه النشرة مشاهدي الكرام بأبرز ما فيها من عناوين. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا تجنبا لاتخاذ قرارات صعبة اقتصاديا. والمصريون بالخارج يواصلون طبع وملء بطاقات الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. تفاصيل النشرة. شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا لتجنب اتخاذ قرارات صعبة تضر بعض الفئات الاقتصادية. وخلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عبر الفيديو كونفرنس، حذر مدبولي من أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخرا، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصاديا. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي والمصالح الحكومية والمولات التجارية وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما. وشدد مدبولي على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس والجامعات وتوافر الأدوية المحددة ضمن بروتوكولات وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات والصيدليات الخاصة. كما أعلن رئيس الوزراء توجيه ما المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات وتوفير المستلزمات الطبية. وجه مدبولي كذلك بتطبيق الإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها في المدن والمناطق السياحية والمطارات. يواصل المصريون في الخارج طبع وملء بطاقات الاقتراع في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب استعدادا لإرسالها لمقر بعثات الدبلوماسية بالخارج، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام الرابع والخامس والسادس من نوفمبر. هذا وقد ترأست السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماع غرفة العمليات لمتابعة إجراءات مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية للانتخابات. تستمر غرفة عمليات وزارة الهجرة في متابعة سير المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم تتابع عملية مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب الذين بادروا بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر هذه العملية حتى الثلاثاء الثالث من نوفمبر. لابد أن المصري في الخارج يكون سجل في التاريخ المحدد اللي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، يحصل على الرقم الكودي، بيجي يوم الانتخاب أو يوم التصويت زي النهاردة بيدخل الرقم الكودي على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بتظهر له الاستمارات علشان يختار الفردي والقائمة، بيطبع هذه الاستمارات وأيضا بيطبع صورة من جواز سفر، ولابد أنه هو يكون صالح. بطاقة الرقم القومي مش لازم تكون صالحة، ممكن تكون منتهية، بيطبع أيضا الإقرار أن هذه البيانات خاصة به وصورة من إقامته في الخارج، وبيحط كل هذه الاستمارات، يعني الاستمارة الاختيارات دي، ده في مظروف، وفي مظروف أكبر بيحط فيه كل هذه المستندات اللي بتدل على شخصيته وبيبعتها لمقر البعثات الدبلوماسية فور التصويت. على مدار 48 ساعة تتلقى غرفة العمليات التابعة لوزارة الهجرة كافة استفسارات المصريين في الخارج والمتعلقة بالعملية الانتخابية في إطار المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 13 محافظة في محاولة لتسجيل كافة العقبات أمامهم. الاستفسارات اللي بتاعت الوزارة بتاعت غرفة عمليات بتتلخص في نوعين رئيسيين من الاستفسارات. الاستفسار الأول هو الأوائل المطلوبة إرفاقها مع الأصوات الانتخابية اللي بيتم إرسالها للسفارة، ودي بيتم الإجابة عليها بناء على ما هو موضح من الهيئة الوطنية للانتخابات. تاني حاجة، بالنسبة كان في استفسار متردد من دولة الكويت إن عندهم البريد الحكومي متوقف نتيجة إجراءات كورونا، وبالتواصل مع الهيئة القومية الهيئة الوطنية للانتخابات تم إفادتنا إن مسموح في دولة الكويت استثناء بالبريد الخاص، شركات البريد الخاص، وبرضه يبقى البريد السري. تنسيق مستمر بين وزارة الدولة للهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات عبر الخط الساخن للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية للمصريين المقيمين في الخارج. وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وبالتنسيق والتعاون
مع الهيئة الوطنية للانتخابات معنية من اليوم وحتى 9 مساء غد الثلاثاء بالعملية الانتخابية في إطار المرحلة الثانية للمصريين المقيمين في الخارج عن طريق الإجابة عن كافة الاستفسارات وتذليل كافة العقبات أمامهم. من غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. نواصل تقديم نشرة الأخبار. أجرى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مباحثات في العاصمة السودانية الخرطوم بالأمس على رأس وفد رفيع المستوى ضم قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. تناولت المباحثات الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني للقاهرة. عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته لدولة السودان لبحث أوجه التعاون مع الجانب السوداني الشقيق. وقد أسفرت المباحثات عن إعداد إطار توافقي تناول سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان والعمل المشترك في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية. وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتقى بالسيد وزير الدفاع السوداني والسيد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية. وأكد السيد وزير الدفاع السوداني على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة. كما أشار السيد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات يعتبر نقلة حقيقية في مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. من جانبه أكد الفريق محمد فريد على أهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان، مشيرا إلى أن هناك توافق في الرؤى حول صياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وأن ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات يلبي طموحات البلدين في الأمن والاستقرار والتنمية. حضر المباحثات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية. تستأنف مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتها اليوم بشأن سد النهضة بحضور ممثل فني وقانوني من كل دولة لبحث سبل التفاوض خلال الفترة القادمة. كان وزراء الموارد المائية والري للدول الثلاث قد عقدوا اجتماعا أمس بمشاركة مراقبين من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتباحث حول كيفية إعادة المفاوضات بشأن السد في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث في 27 من أكتوبر الماضي. وأكدت مصر أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية. أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي أن 66.8% من الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية التي طرحت في استفتاء أمس. وأضاف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 23.7% نظرا للقيود الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن تعديل الدستور هو الحجر الأساسي لبناء الجزائر الجديدة، وتتضمن التعديلات استحداث عدد من النصوص والمواد غير المسبوقة، منها توسيع صلاحيات رئيس الحكومة في مقابل صلاحيات الرئيس.
قبل يوم من انطلاق سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، كثف المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن من حملاتهما الانتخابية، لا سيما في الولايات المتأرجحة. يأتي على جدول أعمال ترامب اليوم الأخير من الحملة الانتخابية 5 تجمعات في 4 ولايات، هي كارولاينا الشمالية وبنسلفانيا وميشيغان وويسكنسن، على أن يختتم يومه في جراند رابتس بولاية ميشيغان كما في العام 2016 حين فاز بالرئاسة. أما جو بايدن فيركز جهوده بشكل أساسي على ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات المتأرجحة التي يأمل في انتقالها إلى المعسكر الديمقراطي. هذا ولا تزال نتائج استطلاعات الرأي تصب في صالح المرشح الديمقراطي، حيث أظهر أحدث استطلاع للرأي تفوق بايدن ب10 نقاط على ترامب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من واشنطن الزميل مراسل أخبار مصر محمد عبد الله. مساء الخير يا محمد. عشية الانتخابات الأمريكية، ترامب وبايدن يكثفان من حملاتهما في الولايات المتأرجحة بين المرشحين، على سبيل المثال بنسلفانيا وميشيغان. محمد، كيف يبدو المشهد الانتخابي لديك حتى هذه اللحظة؟ حدثنا عن الأجواء بشكل عام من حولك. نعم منى، يعني تبدو هذه الساعات هي حاسمة في الانتخابات الأمريكية. كلا المترشحين يختتمان حملتهما الانتخابية اليوم قبل الثلاثاء الكبير والاقتراع الكبير في هذا اليوم. هذه الساعات الحاسمة لم يصل كل من المرشحين إلى حالة اليقين في حسم النتيجة أو إعطاء استطلاعات الرأي تفوقا كبير عن المرشح الآخر. نعم، لا يزال بايدن يتقدم عن ترامب في استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الأبحاث وشبكات التلفزيون المختلفة. وآخر ربما من ضمن هذه الاستطلاعات ما أجرته جريدة نيويورك تايمز بإعطاء التفوق لبايدن ب5 نقاط على صالح ترامب، وأيضا رهان الجمهوريون على يوم الثلاثاء الكبير. مراقبون يقولون إذا ما صوت الجمهوريون في يوم الثلاثاء الكبير مثلما حدث في 2016 فإن الانتخابات قد تحسم بشكل كبير إلى صالح ترامب. كبير مستشاري حملة ترامب الإعلامية تحدث إلى أحد الوسائل الإعلام الأمريكية هنا صباح اليوم، وتحدث عن أن ترامب قد يفوز بما يساوي 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي. الفائز يحتاج فقط إلى 200، وسوف يفوز عذرا ب 290 صوتا، والفائز يحتاج إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي. ومن ثم يبدو معسكر ترامب في هذا التوقيت ربما تصريحاته أكثر حسما. أيضا في الجهة المقابلة بايدن يتحدث عن أنه يركز بالأساس، يريد أن يحقق اختراق في الولايات التي تعطي أصواتها للجمهوريين مثل ولاية تكساس، ويريد استعادة ولاية هامة جدا أعطت أصواتها لترامب في 2016 وكانت تعطي أصواتها منذ 1992 إلى الديمقراطيين، وهي ولاية بنسلفانيا. ومن ثم سيختتم بايدن حملته الانتخابية اليوم في ولاية بنسلفانيا. يبقى الترقب والانتظار. سريعا محمد، يعني كيف هي الاستطلاعات الخاصة بفلوريدا وهي الأكثر حسما؟ كما نعرف جميعا أن من يسكن البيت الأبيض لابد أن يكون حسم فلوريدا. منى، أنا لم أسمع صوتك جيدا، ولكن كل ما سمعته تتحدثين عن فلوريدا. فلوريدا هي لها 29 صوت من أصوات المجمع الانتخابي. استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم بايدن في هذه الولاية، وهي إحدى الولايات المتأرجحة.
لكن هناك ملاحظة هامة جدا تحدثت عنها نائبة في الكونغرس الأمريكي بأن الملاحظ قبل أن يتم غلق باب التصويت المبكر في مراكز الاقتراع بأن من يصوتون في هذه الولايات من اللاتين في فلوريدا من اللاتين ومن الأقليات الأخرى أو الجنسيات الأخرى الملونون ما يسمونهم هنا الملونون في الولايات المتحدة الأمريكية وتتخوف أن هذه الأصوات قد تعطي أصواتها إلى الجمهوريين وتتخوف من هذه النقطة ما جعل فريق ترامب يتحدث في الأونة الأخيرة من أنه سيستطيع حسم ولاية فلوريدا نظرا لأنه تم تركيز الحملات الانتخابية الدعائية لترامب زار فلوريدا أكثر من مرة وزورها اليوم ومن ثم هو يراهن على فلوريدا بأنها تعطيه نقطة الحسم إذن نحن سنكون معك محمد عبد الله زميلنا ومراسل أخبار مصر كنت معنا مباشرة من واشنطن سنكون معك في كل التفاصيل في الساعات القادمة أشكرك شكرا جزيلا زميل محمد عبد الله مراسل أخبار مصر. كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة تقديرا لتعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفي أثناء استيقافه إحدى السيارات يقودها حدث والذي أساء إلى شخصه عند طلبه إبراز تراخيص السيارة وفر هاربا معرضا حياة الأمين للخطر والتزامه بسلوك الطرق القانونية في التعاون مع هذا التجاوز وأكد الوزير التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس رغم التحديات والمخاطر التي يتعرضون لها في المواقف المختلفة والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصي من بعض المخالفين. أشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر بمجلس الشيوخ الذي يضم شيوخا وشبابا مؤكدا أن أعضاء المجلس قادرون على تقديم تجربة جديدة وفريدة وغير مسبوقة. جاء ذلك خلال لقاء الكاتب الصحفي كرم جبر بالمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس لتهنئته بفوزه برئاسة المجلس والإشادة بجهوده كشخصية قضائية مرموقة. وقال جبر إن عبد الرازق هو قامة قانونية كبيرة وسيكون مجلس الشيوخ تحت رئاسته مظلة كبيرة للدراسات القانونية والسياسية في هذه الفترة وللسنوات المقبلة مؤكدا الاستعداد الكامل للمجلس الأعلى للإعلام للتعاون مع مجلس الشيوخ. ومن جانبه أكد عبد الرازق أهمية وسائل الإعلام وما يكنه لها من تقدير واحترام فهي من ترسم الصورة الصحيحة والصادقة لكل الأحداث التي تمر بها مصر. بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي مع ممثلي إحدى الشركات الصينية التعاون في تنفيذ مشروع مجمع لإنتاج الخلايا الشمسية من الرمال. واستعرض الوزير آخر المفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لإنشاء المجمع تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع مع إحدى الشركات لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الكوارترز المصري. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بضرورة توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الطبيعية لدعم الطاقة واستغلال الثروة الطبيعية بما يحقق أقصى استفادة ويضاعف القيمة المضافة للمشروع. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 425 تربة لمخدر الحشيش بحوزة ثلاثة من العناصر الإجرامية بالمنوفية والسويس. كما وصلت الإدارة حملاتها بمحيط الأندية الرياضية والمدارس والجامعات لضبط مروجي المواد المخدرة.
في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الاتجار وتهريب المواد المخدرة، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديريتي أمن المنوفية والسويس من ضبط 425 تربة لمخدر الحشيش بحوزة ثلاثة من العناصر الإجرامية بالمنوفية والسويس، واعترفوا بحيازتهم لهذه المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واستمرارا لجهود الإدارة لضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وجهت عدة حملات أمنية مكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لحماية رواد هذه الأندية والشباب من مخاطر تعاطي المواد المخدرة. وأسفرت نتائج تلك الحملات عن ضبط 59 قضية متنوعة بلغ عدد المتهمين فيها 63 متهما بحوزتهم كميات متنوعة من مخدرات البانجو والحشيش والهيروين والستروكس وأقراص مخدرة ومبالغ مالية وهواتف محمولة. بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديريات أمن المنوفية، نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر وبداخلها 44 قطعة سلاح ناري متنوع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة والأدوات والعدد المستخدمة في عمليات التصنيع. شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة استهدفت بها ضبط المخالفات والقضايا المتنوعة التي تقع في نطاق اختصاص الإدارة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 61 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص داخل مخزن غير مرخص للأعلاف الحيوانية، وضبط مجزر وصيدلية بدون ترخيص بداخلهما أكثر من 15 طن مقطعة دواجن، كما تم ضبط طنين و750 لتر أدوية بيطرية بدون بيانات بنطاق محافظة الشرقية، وضبط 5 مصانع بدون ترخيص تحوي 42 طن حلوى ومستلزمات إنتاجها، إضافة إلى نحو 17500 قطعة أواني بلاستيكية ومعدنية منتج نهائي جميعها بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بنطاق القليوبية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأبرز ما فيها من عناوين. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا تجنبا لاتخاذ قرارات صعبة اقتصاديا. والمصريون بالخارج يواصلون طبع وملء بطاقات الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. ويمكنكم متابعة المزيد من نشراتنا وبرامجنا عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. دمتم في رعاية الله.